السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معاكم مع اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. هناخد النهاردة بعض الكلمات والأفعال وإزاي بنحط، إمتى نحط إس وإمتى ما نحطش إس. طيب هنيجي نلاقي عندنا هي اللي هي بمعنى هو، والشي اللي هي بمعنى هي، والإت بمعنى هو أو هي الغير العاقل سواء للحيوانات والحاجات زي كده. دول بنحط في الفعل الفيرب يعني بتاعنا بنحط له اس. زي ايه؟ هندي امثله. زي كلمه فيد اللي هو معناها تغذيه، لو حطيت لها اس فيدز بقى فعل يغذي مثلا او ياكل او يتغذى. طيب لو برضو كلمه ديش، كلمه ديش معناها طبق. طيب لو حطينا مثلا ليها اس ديشز يبقى ايه؟ اللي هو بيغسل الاطباق، يعني بيغسل الاطباق وكده. طيب نيجي بمعنى ايه؟ برضو كلمه ست اللي هو يضع، هتحط لها مثلا اس مع هي وشي والات سيتس. هنيجي بمعنى ووش يغسل، تحط لها اس ووشز اللي هو يغسل لو معاه هي او شي او ات. فاكيوم اللي هي المكنسه بتاعت الكهرباء، فاكيومز اللي هو بيكنس او بيفرغ لو معاه هي او شي او ات. كلين اللي هو ينظف، اللي هي هتيجي لو حطيت لها اس كلينز مع هي او شي او ات يبقى هي كلين شي كلين هي كلينز شي كلينز كده، دي بقى تيجي معاه لازم تحط الفاعل مع هي او شي او ات معاها الاس. طيب نيجي بمعنى كلمة جو اللي هو يذهب، اللي هي لو هي أو شي أو إيه بتبقى إيه؟ جوز يذهب، تحط لها إس. تيك اللي هو يأخذ، تيكس لو مع هي أو شي أو إيه. فولد اللي هو بيطوي الهدوم، بيطوي أو بيطبق الهدوم، يعني اسمه بيطبق أو بيطوي باللغة العامية بيطبق الهدوم، لكن باللغة العربية اسمها بيطوي الهدوم أو بيطوي الملابس اللي هي فولد. طيب نيجي بعد كده هنلاقي كلمات ما بيجيش معاها اس، زي ايه؟ اي اللي هو انا، يو انت او انتم، وي نحن، زي هم. دول كلهم الفعل ما يجيش معاها اس، يعني الفيرب بيبقى وزاوت اس من غير اس. كل الافعال اللي فاتت دي مش هتيجي معاها الاس. طيب نيجي بعد كده هناخد برضو بعض الكلمات اللي برضو لازم تحفظوها، زي مثلا ايه؟ اركيتكت اللي هو مهندس معماري، استرونيت اللي هو رائد الفضاء، بيج بريد اللي هو بيخبز الخبز، بوت اللي هو القارب، برش ماي تيز بفرش اسناني او بغسل اسناني، بيزنس مان رجل اعمال، كلين اب يور روم اللي هو نظف الغرفه بتاعتك، كوين اللي هو العمله الفلوس يعني، كام هوم اللي هو تعالى الى المنزل او ياتي الى المنزل، كروكودايل اللي هو التمساح، داي اللي هو اليوم، دو ماي هوم ورك انا بعمل الواجبات بتاعتي، دريم حلم، ايت لانش اللي هو بياكل الاكل الغداء او بيتغدى يعني، انجينير مهندس، فيد ذا فيش اللي هو بيطعم السمك بتاعه، واحد ممكن يكون عنده حوض سمك فبيطعمه، فيد ذا فيش، فولد ذا لوندري اللي هو بيطوي الهدوم بتاعته اللي هو جايبها من المغسله، فورك اللي هو الشوكه اللي الواحد بياكل بيها، جيت اب اللي هو بيستيقظ او بيصحى، جو شوبينج اللي هو بيذهب يعمل شوبينج تسوق، جو تو بيد راح بقى يذهب الى الفراش عشان ينام، جامب انتو بيد اللي هو ايه؟ بيقفز الى السرير عشان برضو ينام، اما جامب اوت اوف بيد يعني خلاص بقى القفز من السرير يعني صحي بقى استيقظ، نايف اللي هو سكين، نوك اللي هو الطرق، ترك لما اجي اترك على الباب اللي هي نوك، في فرق بين نوك ورود، رود اللي هو طريق، دي في فرق بين دي ترك على الباب، نوب اللي هو المقبض بتاع الباب، نوب ميك ادرينك ان انا بصنع مشروب او بعمل لي مشروب مثلا اي مشروب شاي قهوه حاجه كده، ماوس اللي هو الفأر، نيرس ممرض او ممرضه، 1000 معناها اللي هي 1000، بير اوف تروزرز اللي هو زوج من السراويل، السروال اللي هو البنطلون يعني بيسموه سروال. طيب بايلوت اللي هو الطيار، بولر بير اللي هو الدب القطبي، ريبورتر اللي هو المراسل الصحفي اللي هو بالمذيع يعني، رايد ذا باص هوم اللي هو ركوب الحافله وبيرجع بيها الى المنزل او الباص والاتوبيس بيرجع بيه الى المنزل، رايت اللي هو الكلام ده صح صحيح، سيت ذا تيبل بيقول لك ايه؟ اعد المائده، مثلا ممكن انت تكون تاكل فامك تقول لك او والدتك يلا بقى اعد المائده عشان هناكل، سيت ذا تيبل ظبط لي المائده بتاعتك واعدها، ميت ماي فريندز انا بقابل اصدقائي، نيل اللي هو الحلزون، سنو اللي هو التلج، تيك باص اللي هو رايح يا الحمام يعني يستحمى ياخد يعني دش، تيك باص هنا، تيك اور ذا تراش اللي هو
بتقول له امه تخلص من الزباله، يعني خد الزباله معاك وتخلص منها وحطها في اماكن صندوق القمامه، اللي هو تيك اوت ذا ترش. ترش معناها زباله او قمامه. ترتل اللي هي السلحفاه. فاكيوم ذا فلور اللي هو بينظف بقى الارضيه بالمكنسه. وبكده ان شاء الله نكون انهينا معاكم درس اللغه الانجليزيه، واحنا مترجم لكم الحاجات دي كلها، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. ما تنسوش طبعا تعملوا لنا لايك وشير ومزيد من التفاعل لمزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. I will translate the video to Russian language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Он, она – это глагол плюс с примеры «кормить» блюдо установлены «стирать» пылесос «чисто» «идти» «брать» «складывать» «я» «ты» «мы» «они» глагол без с «архитектор» «космонавт» «печь» «хлеб» «лодка» «чистить» «зубы» «бизнесмен» «убери» «свою» «комнату» «монета» «идти» «домой» «компьютерный» «специалист» «повар» «крокодил» «день» «делаю» «мою» «домашнюю» «работу» «мечтать» «есть» «ланч» «инженер» «покормить» «рыбу» «сложить» «прачечную» «вилка» «вставать» «ходить» «по магазинам» «пойти» спать, прыгнуть в кровать, выпрыгнуть из постели, нож, стучать, хлопушка, сделать напиток, мышь, медсестра, 1000, пара брюк, пилот, полярный медведь, репортер, ехать на автобусе, домой, правильно накрывать на стол, познакомься с моими друзьями, улитка, снег, принимать ванну, вынести мусор, черепаха, пропылесосить пол. I translated the video to Russian language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to Japanese language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 彼彼女それ同士プラス S 例へ皿設定洗う真空掃除行く取る折りたたみ私あなた私たち彼ら S のない動詞建築家宇宙飛行士パンを焼くボート歯を磨くビジネスマン部屋を掃除するコイン家に帰るコンピューター技術者料理クロコダイルに宿題をする夢ランチを食べるエンジニア魚に餌をやるランドリーを折りたたむフォーク起きる買い物に行く寝なさい。ベッドに飛び込むベッドから飛び出すナイフノックノップ飲み物を作るネズミ看護婦千ズボンのペアパイロット北極グマレポーターバスに乗って家に帰る右お膳立て友達に会うカタツムリ雪風呂に入るゴミを出す亀床に掃除機をかける。I translated the video to Japanese language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to Portuguese language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Ele, ela, isto, verbo mais s, exemplos, alimentação, prato, definir, lavagem, vácuo, limpar, ir, leva, dobrar, eu, tu, nós, elas, verbos, sem s, arquiteto, astronauta, assar, pão, barco, escovar, meus dentes, homem de negócios. Limpe seu quarto, moeda, venha para casa, técnico de informática, cozinhar, crocodilo, dia, faz o meu trabalho de casa, sonhe, almoçar, engenheiro, alimente o peixe, dobre a lavanderia, garfo, levante-se, vai fazer. Compras, ir para a cama, pular na cama, pule da cama, faca, bater nop, fazer uma bebida, mouse, enfermeira, mil par de calças, piloto, urso, polar, repórter, pegue o ônibus para casa direito, arrume a mesa, conheça. Meus amigos, caracol, neve, tome um banho, tirar o lixo, tartaruga, aspirar o chão. I translate the video to Portuguese language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
He, she, verb plus s examples feed dish set wash vacuum clean go take fold IUE they verb without s architect astronaut bake bread boat brush my teeth businessman clean up your room coin come home. Computer technician cook crocodile day do my homework dream eat lunch engineer feed the fish fold the laundry fork get up go shopping go to bed jump into bed jump out of bed knife knock knock make a drink mouse nurse 1000 pair of trousers pilot polar bear reporter ride the bus home right set the table meet my friends snail snow take a bath take out the trash turtle vacuum the floor. I translated the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for this video and complete watching inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.